أعزائي طلبة وطالبات المدارس الثانوية الفندقية، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم في بيتنا مدرسة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات مادة الصحة الغذائية للصف الثاني الفندقي نظام الثلاث والخمس سنوات. وطبعا المادة بتاعتنا كمان على التعليم المزدوج والمدارس المحولة. زي ما تعودنا في حلقاتنا السابقة بنبدأ نجيب على أسئلة طلبتنا على موقعنا على اليوتيوب قطاع التعليم الفني، بعدين بناخد مراجعة أو ريفيجن سريعة على ما تم ذكره في الحلقات السابقة، بعدين بنبدأ موضوع حلقة اليوم. بداية هنجيب على أسئلة أصدقائنا الطلاب. أول سؤال جالنا على موقعنا على اليوتيوب: أحد النواحي التي يلعب فيها الطعام دور رئيسي في نقص التغذية عن الاحتياجات اليومية. طبعا دون هيبقى أحد النواحي اللي بيلعب فيها الطعام دور رئيسي في نقص الكالوريز أو السعرات الحرارية. كان تاني ناحية من النواحي الاجتماعية كان القوة الجسمية وعلاقتها بالتغذية أو بالغذاء. السؤال الثاني بيقول: للغذاء أثر كبير على زيادة مناعة الجسم لمقاومة الأمراض الطفيلية يعرف باسم نقط مقاومة الطفيليات والتغذية. السؤال الثالث: رعاية الأطفال والسيدات الحوامل والبالغين والمسنين أحد مجالات الصحة العامة التي تعرف باسم مجال صحة الفرد أو الجماعة. دلوقتي هنعمل ريفيجن بسيطة على ما تم ذكره في الحلقات السابقة. اتكلمنا في الباب الأول عن أربع عناصر أساسية وهي تعريف الصحة وأهم مقوماتها. اتكلمنا بعد كده عن مستويات الصحة. اتكلمنا عن العناصر أو النواحي والعوامل اللي بيلعب فيها الطعام دور أساسي في حياة الفرد. اتكلمنا عن مجالات الصحة العامة. اتكلمنا في الأول عن تعريف الصحة وإنه إن الصحة حالة من السلامة واكتمال الجوانب النفسية والاجتماعية والاقتصادية، يعني الشخص ده مفيش أي حالة مرض أو عجز أو أي إعاقة من أي نوع ممكن تأثر فيه. وده كان تعريف الورلد هيرث أورجانيزيشن اللي هي منظمة الصحة العالمية. خدنا تعريف تاني ليها وقلنا ان الصحة العامة لها تعريف شامل وهو القدرة على التكيف في الحياة من النواحي الاجتماعية والاقتصادية والبدنية. وقلنا من هنا نقدر نستنتج اهم مقومات الصحة اللي هي الحالة البدنية وسلامتها، الحالة الاقتصادية ومستوى دخل الفرد، الحالة الاجتماعية ومستوى المعيشة، والحالة العقلية او السلوك النفسي السوي. تاني حاجة اتكلمنا فيها عن العوامل اللي بتأثر في صحة الفرد داخل المجتمع، وقلنا أول عامل منهم هو العامل الوراثي، إن أنت ممكن ترث أي مرض من الآباء أو الأجداد زي مثلا الضغط أو السكر أو أمراض القلب. اتكلمنا عن البيئة الداخلية وقلنا ان بيئتك الداخلية ممكن تأثر على بعضها لو انت فقدت القيمة الغذائية او التغذية السليمة زي الكبد زي الرئتين زي القلب. انت اجهزة انت ما بتشوفهاش جوه الجسم ممكن تتأثر من التغذية. ثالث حاجة البيئة الخارجية اللي هي العوامل الخارجية اللي ممكن تأثر فيك زي التلوث زي عدم النظافة من حواليك زي الضوضاء بيأثر عليك سمعي وبيأثر عليك التلوث بصري وبيأثر عليك في الأمراض ممكن تمرض أو تصيب بأي مرض أو وباء. اتكلمنا عن العادات والتقاليد ومستوى الثقافة وخدنا من ضمنهم خدنا فور اكزامبل على الشاي ان احنا في عادات خاطئة بنستخدمها كالشعب المصري او في الدول العربية بعد تناول الوجبة على طول نبدأ نشرب الشاي، وقلنا ده طبعا عادة خاطئة المفروض ان احنا نغيرها لان الشاي بعد الاكل بيكسر الحديد اللي هو بيكسر او بيصيبني بالانيميا او فقر الدم. الدراسات أثبتت أن المفروض علشان أنا أبدأ أتناول الشاي يجب أن أنا أتناوله بعد الأكل على الأقل بساعتين. بعد كده اتكلمنا عن المستوى الاقتصادي ومستوى دخل الفرد، المستوى الاجتماعي ومستوى المعيشة ومستوى الرعاية الصحية. بعد كده اتكلمنا عن مستويات الصحة لأربع مستويات:
مستوى الصحة المثالية اللي هي أعلى درجة من الكمال بتاعة الصحة، بيكتمل فيها كل المقومات الأربعة اللي احنا لسه قايلين عليهم. الشخص ما بيعانيش فيها ولا بعجز ولا بكسل ولا بخمول ولا في أي إعاقة بتسيطر عليه. مجال الصحة الإيجابية إن الشخص ده بيأثر وبيتأثر في المجتمع، عنده قدرة على مواجهة ومقاومة المؤثرات البيئية أو الضغوط النفسية، كمان ما بيشعرش بأي حالة من المرض في الظروف العادية. تالت حاجة اللي هي الصحة المتوسطة، قلنا الشخص ده ما عندوش القدرة على مقاومة مسببات المرض وليس المرض. يعني مثلا لو قلنا مرض زي مرض الإنفلونزا، مسبباته ايه؟ للأعراض اللي بتظهر عليا زي الرشح، زي السعال، زي مثلا دمع العين، احمرار العين، الخمول، دي مسببات المرض. رابع حاجة اتكلمنا عن الحالة المرضية، خلاص الشخص وصل لحالة المرض، قدر المرض ان هو يتمكن منه فأصاب بيه، وممكن توصل في بعض الحالات الى العجز او الوفاة لا قدر الله. اتكلمنا بعد كده عن مجالات الصحة العامة، قلنا عندي اربع مجالات، اول مجال منهم مجال صحة البيئة. البيئة اللي يقصد بيها المسكن بتاعك، المنزل اللي انت عايش فيه، قلنا لازم يبقى جيد التهوية، بتدخله أشعة الشمس باستمرار، لازم إن الصحة أو المسكن يتناسب مع عدد أفراد الأسرة. لو أنا بخطط للمدينة أو قرية جديدة لازم أخطط لها بالشكل السليم، يبقى فيها البنية التحتية والفوقية السليمة، فيها مستشفى، فيها وحدة صحية، فيها وسائل مواصلات، لازم المكان يبقى فيه ميه صالحه للشرب والاستخدام الادمي، التخلص من الفضلات او القمامه يبقى في المنبع الرئيسي بتاعها. تاني حاجه من المجالات مجال صحه الفرد او الجماعه، قلنا ان المجتمع بيتكون من عدد من الافراد، ممكن يبقوا اطفال، ممكن مراهقين، ممكن بالغين، ممكن حوامل، ممكن مسنين، كل واحد من دول وليه نمط في التغذيه بتاعته. اتكلمنا عن مجال مكافحة الأمراض المعدية زي الدرن، زي السل، زي المرض أو الوباء اللي احنا عايشينه دلوقتي اللي هو الكورونا، نقدر نقي نفسنا منه ازاي؟ قلنا بنتبع الإجراءات الاحترازية، بنستخدم أدوات الوقاية الشخصية اللي ما ينفعش حد تاني يستخدمها معانا، عزل أو تحصين. آخر مجال هو المجال العام اللي هو خاص بالتربية البدنية وسلامتها، ازاي بسن القوانين والتشريعات الصحية، ازاي بهتم بالتربية او بالرقعة الزراعية وزيادتها والثروة الحيوانية. وده كان نهاية الباب الاول. اتكلمنا في الباب الثاني عن وظائف الطعام، وسألنا ثلاث اسئلة، احنا ليه بناكل وناكل ايه، وهل احنا بناكل ولا بنتغذى. اتكلمنا بعد كده عن النواحي التي يلعب فيها الطعام دور رئيسي في حياة الإنسان، قلنا أول حاجة القوة الجسمية وعلاقتها بالغذاء، اللي هو نقص التغذية أو السعرات الحرارية الكالوريز اللي المفروض تبقى لكل شخص. قلنا الرجال بياخدوا حوالي 2000 سعر في اليوم من العناصر الغذائية، أما السيدات 1500 سعر. اتكلمنا عن النواحي الاجتماعية والسلوكية، قلنا ان احنا في احتفالاتنا، المناسبات بتاعتنا سواء الشخصية او الوطنية، زي حفلات الزفاف، زي حفلات الخطوبة، زي اعياد الميلاد وغيرها من المناسبات، بنهدي بعض او بنهادي بعض او بنعزم بعض عن الطعام. برضو في المآتم او الحالات الوفاة بنعزي بعض ونواسي بعض وبنهدي الطعام. ثالث حاجة كانت علاقة الصحة العامة بالتغذية، صحتي او قوتي البدنية، حالتي الصحية، الجسم بتاعي عندي نمو متكامل في انسجة الجسم، بنمو بالشكل السليم، بالسلوك بتاعي طريقته سليمة، تجديد خلايا الجسم، وليها علاقة كبيرة جدا بالغذاء. اتكلمنا بعد كده عن علاقة النمو بالتغذية، ان الشخص او الطفل بينمو من نطفة، بعد كده يبدأ يتولد ساعة الولادة من 2.5 ل 3 كيلو جرام، يبقى عند مثلا سن العام وصل ل 9 كيلو جرام وهكذا. بعد كده اتكلمنا عن التناسل والتغذية، وقلنا ان ده له اثر كبير جدا على الحوامل، لو السيدة الحامل اتغذت بالطريقة السليمة طبعا ده مش هيأثر على الحمل بتاعها، بالعكس ان هو مش هيحصل نزيف، مش هيحصل اجهاض، بس الطفل هيولد بصحة كويسة، مش هيحتاج الى حضانة. اتكلمنا بعد كده عن مقاومة الطفيليات والامراض، وقلنا لو عندي مرض ازاي اكافحه او ازاي اقي نفسي منه. النهاردة هنتكلم عن العناصر الغذائية.
العناصر الغذائية بتنقسم إلى أول حاجة عناصر توليد الطاقة الحرارية. يعني إيه عناصر توليد الطاقة الحرارية؟ العناصر توليد الطاقة الحرارية يعني بتولد لي الطاقة اللازمة للجسم بتاعي إن أقدر أعمل أو أبذل مجهود. زي إيه؟ قال لي بتنقسم إلى حاجتين، كربوهيدرات والدهون. الكربوهيدرات بتنقسم إلى حاجتين، نشويات وسكريات. النشويات مثلا زي الأرز، زي المكرونة، زي العجائن، زي الفطائر، زي البطاطا، زي البطاطس. طب السكريات زي السكر نفسه، زي المربى، زي العسل بأنواعه أبيض أو أسود، زي الحلويات. طيب الدهون، قال لي الدهون برضو بتنقسم لحاجتين، يا دهون نباتية يا دهون حيوانية. هو في دهون اسمها دهون نباتية ودهون تانية اسمها دهون حيوانية؟ ايوه طبعا، الدهون النباتية اللي هي من اصلها نباتي، اللي هي الزيوت اللي في درجة حرارة الغرفة. زي ايه؟ زي زيت بذرة القطن، زي زيت القلي، زيت بذرة الكتان، زي زيت الزيتون، زي زيت الذرة، زي زيت عباد الشمس. طب الحيوانية، الدهون اللي من أصل حيواني اللي بتبقى في درجة حرارة الغرفة محتفظة بالقوام بتاعها. زي ايه؟ زي الزبدة، زي القشطة، زي السمنة. يبقى ده أول عنصر معايا من عناصر توليد الطاقة. عناصر توليد الطاقة قلنا بتنقسم لحاجتين، كربوهيدرات ودهون. الكربوهيدرات يا إما نشويات يا إما سكريات. النشويات بتنقسم إلى الرز، المكرونة، العجائن، الفطائر، الحاجات اللي فيها نشا زي البطاطا أو البطاطس. السكريات، السكر بتاعنا اللي احنا متعرفين عليه، المربى، الحلويات، العسل الأبيض، العسل الأسود. أما الدهون ممكن تبقى نباتية ممكن تبقى حيوانية. النباتية من أصل نباتي زي زيت الذرة، زي زيت عباد الشمس، زي زيت الزيتون. أما الحيوانية زي السمنة، زي القشطة، زي الزبدة. تاني عنصر معانا من العناصر الغذائية اللي هو عنصر النمو. ايه ده؟ هو في عنصر اسم عنصر النمو؟ ايوه طبعا، اللي هو البروتين. البروتين هو اللي بيفيد الجسم على النمو في الطول او في الوزن. بينقسم الى حاجتين برضو، بروتين نباتي وبروتين حيواني. عندي مقولة خاطئة بتقول إن البروتين النباتي أقل فايدة أو قيمة غذائية من البروتين الحيواني. هو البروتين النباتي ده أصلا زي إيه؟ البروتين النباتي زي البقوليات، زي الفول، زي العدس، زي اللوبيا، زي الفاصوليا، زي الحمص. طيب والحيواني؟ اللحوم بأنواعها، الدواجن بأنواعها، الطيور بأنواعها، الأسماك بأنواعها. طبعا النباتي، البقوليات، الفول أو العدس أو الحمص أو اللوبيا لا تقل قيمة غذائية عن اللحوم بكل أنواعها أو الدواجن أو البط أو السمان أو الأسماك زي البوري زي البلطي وخلافه. القيمة الغذائية للدهون النباتية والحيوانية أو البروتين النباتي والحيواني واحدة،
ولكن تختلف في القيمة الشرائية أو السعر بتاعها. بنلاقي إن البروتين النباتي أقل في السعر من البروتين الحيواني. ثالث عنصر عندي من العناصر الغذائية اسمه عناصر تنظيم العمليات الحيوية، اللي هي عناصر الوقاية. ايه هي عناصر تنظيم العمليات الحيوية؟ تنقسم الى حاجتين: الفيتامينات والاملاح المعدنية. يبقى عناصر تنظيم العمليات الحيوية هي نفسها عناصر او مواد الوقاية. الفيتامينات زي ايه؟ قال لي في منها اللي قابل للذوبان في الدهون، وفي اللي قابل للذوبان في الميه، زي فيتامين ألف، فيتامين ب، فيتامين ج، فيتامين د، فيتامين ك، وفيتامين ه، وهتناولهم بالشرح في الباب الرابع. الأملاح المعدنية زي الكالسيوم، زي الحديد، زي اليود، زي الفوسفور. وطبعا مهمين جدا لجسم الإنسان، وهنعرف كل عنصر منهم مهم ليه. بعد كده رابع حاجة المية. المية قال لي عنصر مهم جدا وحيوي في حياة الإنسان. تلت جسم الإنسان مية، 70% من كل خلية داخل جسم الإنسان بتحتوي على المية. المية موجودة في كل شيء في حياتنا، الخضار، الفاكهة، الأطعمة اللي احنا بناكلها، المشروبات، العصاير. معنى كده ان الماء بيدخل في كل حاجة في حياتنا. خامس عنصر من العناصر الغذائية اللي هي الألياف السليولوزية. هي في حاجة اسمها الألياف السليولوزية؟ أيوة طبعا. ايه هي الألياف السليولوزية دي؟ قال لي الألياف السليولوزية هي الألياف أو المواد أو الأطعمة اللي بتساعد الجهاز الهضمي أو المعدة بتاعتك على التخلص من الكتلة البرازية، فتعالج مشاكل المعدة فما يحصلش إمساك. زي إيه؟ زي الموز فيه شعيرات، زي المانجا، زي الكاكا، زي الخس. كل دي أطعمة فيها ألياف سليولوزية بتساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الكتلة البرازية. سادس حاجة معانا من العناصر الغذائية وهي الإضافات والتوابل، السبايسز اللي أنا بضيفها إلى الأكل. زي إيه؟ زي الكمون، زي الكركم، زي الزعتر، زي النيسون. الإضافات والتوابل ليها أهمية كبيرة في حياة الإنسان. بتضيف أول حاجة نكهة للطعام بتاعي عشان تغير في الطعم أو النكهة. طيب الكركم مهم ليه لجسم الإنسان؟ قال لي مهم للعظام، مهم للمفاصل. طيب الكمون بيفيد في تحسين مشاكل المعدة والهضم. طيب اليانسون والزعتر قال لي مفيد للجهاز التنفسي بتاعي. طيب دلوقتي اتكلمنا عن العناصر الغذائية، وقلنا عندي المواد الكربوهيدراتية اللي هي من عناصر توليد الطاقة الموجودة عندي، بتولد لي الطاقة اللازمة لنمو الجسم. عندي كمان الدهون النباتية والدهون الحيوانية، سواء كانت من أصل نباتي أو من أصل حيواني. اتكلمنا عن البروتين، وقلنا ان عنصر مهم من عناصر النمو اللي بتبني الأنسجة التالفة عندي في الجسم. يعني لو انا حصل لي جرح او حصل لي كسر، البروتين هو اللي بيعوض عن كل ده. كلمنا عن الفيتامينز، قلنا عندنا ألف وب وجيم ودال وه وكاف وواو، وقلنا هنتناولهم بالشرح فايدة كل فيتامين في الباب الرابع. الأملاح المعدنية زي الكالسيوم، زي الحديد، زي اليود، زي الفسفور اللي بتقي الجسم من الأمراض، ودول بيسموا بمواد الوقاية أو عناصر تنظيم العمليات الحيوية.
الميه قلنا هي عنصر هام وحيوي لجسم الانسان، تلت جسم الانسان ميه، 70% من كل خليه بتحتوي على الماء، في الخضار، في الفاكهه، في العصاير، الاطعمه بتاعتنا بتحتوي على الماء. الالياف السيلولوزيه قلنا اللي بتهم الجسم او بتساعد الجهاز الهضمي على التخلص من الكتله البرازيه وعدم المعاناه من الامساك. واخر حاجه كانت السبايسز او الاضافات والتوابل. بعد كده هنتكلم عن العوامل الاجتماعية اللي بتأثر في غذاء الإنسان. إيه هي العوامل الاجتماعية؟ أربع عوامل: العامل النفسي، العامل الاجتماعي أو العامل الثقافي، العامل الاقتصادي، العامل الإنتاجي الغذائي. لو جالك هنا وقال لك أذكر أهم العوامل اللي بتساعد أو بتأثر في غذاء الإنسان، هنقول واحد العامل النفسي، 2 العامل الاقتصادي، 3 العامل الثقافي، 4 العامل الانتاجي الغذائي. طب لو قال لي تناول بالشرح او تكلم عن او ما هي العوامل التي تؤثر في غذاء الانسان، هنتناول كل واحدة بالشرح. اول حاجة العامل النفسي. هو العامل النفسي بيأثر في غذاء الانسان؟ ايوة طبعا. انت دلوقتي لو فرحان او حزين، الطعام بيبقى له او كمية الطعام اللي انت بتتناولها بتأثر على حالتك النفسية. ازاي؟ في ناس لما بتبقى فرحانة بتاكل كتير، وفي ناس لما بتحزن بتاكل كتير، في ناس لما بتشم ريحة الاكل ويكون الاكل ده حلو او ريحته كويسة يقول لك انا ريقي جري على الاكل. ده بيبقى له تفسير علمي، وهو ان انت لما بتشم الرائحة الكويسة وتبدأ تتذوقها يبدأ يدي المخ إشارة للعاب، فاللعاب يبدأ يدي الإشارة للمعدة إنها تفرز العصارة الهضمية أو الصفراوية علشان أبدأ أهضم الطعام أو أهيئ المعدة للأكل السوي ده أو الأكل الشهي ده. على عكس طبعا الأكل اللي رائحته كريهة أو اللي أنا مش قادر إن أنا أقبله أو إن أنا أكله، طبعا ده بيأثر على حالة الشخص النفسي. كمان من أهم مظاهر العلاقة بين الحالة النفسية ومشاكل الهضم قلنا اللي هو الإشارات اللي بنديها للمخ، والمخ يدي الإشارات للفم فيفرز اللعاب، واللعاب يدي الإشارة للجهاز الهضمي للعصارة الصفراوية علشان تقدر تهيئ المعدة للأكل. بعد كده قلنا إن السرور والفرح بيبقى له حالة أو بيأثر أو بيساعد بشكل كبير على الحالة المزاجية للفرد، زي أطعمة السعادة. وفي حاجة اسمها أطعمة السعادة؟ أيوة طبعا في حاجة اسمها أطعمة السعادة، اللي انت لما بتاكلها تحس ان انت مبسوط أو سعيد، زي الشوكولات، زي المكسرات، زي الحاجة اللي فيها صبغات كاروتينية زي الموز، زي الأكلات اللي فيها الأورنج زي البرتقال، زي اليوسفي، زي المشمش وخلافه. يبقى ده العامل النفسي له تأثير كبير جدا في غذاء الإنسان سواء من ناحية الفرح أو الحزن. تعالوا بنا نتناول البند الثاني من العوامل الاجتماعية اللي بتأثر في غذاء الإنسان، والعامل الثقافي والتغذية. طبعا في بداية حلقتنا لمادة الصحة الغذائية قلنا ان المادة بندرسها لنظام الثلاث والخمس سنوات، بندرسها للتعليم المزدوج، بندرسها لكل الشعب من الصف الاول للصف الخامس ما عدا خدمات سياحية، بندرسها للمدارس المحولة. معنى كده ان في فرايتي او في تنوع في المواد التعليمية أو المراحل التعليمية اللي بتدرس المادة لما لها من أهمية كبيرة في غذاء الإنسان. بنشر من خلالها الثقافة الغذائية، بحارب بيها التخلف أو الجهل الغذائي، زي ما قلت في البروتين النباتي والحيواني، الخلط اللي احنا بنخلطه بين إن أغذية النباتية أو البروتين النباتي أقل فايدة أو قيمة من البروتين الحيواني، اللي هي البقوليات قلنا لأ طبعا الفايدة فيهم الاتنين واحدة ولكن بتختلف في السعر أو القدرة الشرائية. يبقى العامل الثقافي هنا مفيد، بعمل من خلاله نشر التوعية في المدارس، إن أنا بدرس مادة الصحة الغذائية أو علم التغذية في كل المراحل التعليمية، بعمل نشرات أو توعية أو دعاية وإعلانات، بعمل في برامج في التلفزيون عشان
اقدر اثقف الناس او اوعيهم باهميه الثقافه الغذائيه. كمان لازم ازيل اي خرافات للاغذيه، زي مثلا يقول لي ان البلح او الجبنه القريش او البقوليات زي الفول واللوبيا والعدس اقل قيمه غذائيه. قلنا لا طبعا مش اقل قيمه غذائيه، ولكن تختلف في القيمه او القدره الشرائيه. تالت عامل معانا هو العامل الاقتصادي والتغذيه. هو العامل الاقتصادي بيأثر في غذاء الانسان، ايوه طبعا، من حيث ايه؟ الدخل بتاعك، السالري بتاعك، الميزانية بتاعت الأسرة، الراتب اللي انت بتاخده كل شهر. سي مثلا لو انت بتاخد 2000 جنيه، هتضطر تعين منهم او تحط احتياجاتك الأساسية سواء المنزل او الكهرباء او المية وخلافه، والباقي هيبقى مصاريف للطعام والغذاء بتاعك على مدار الشهر. يبقى القدرة بتاعتك او الدخل بتاعك بيأثر في القدرة الشرائية بتاعتك، هتشتري أطعمة بقد ايه. طبعا وده بيختلف مع الاسعار اللي هي الغاليه الثمن او اللي هي اقل في السعر. عشان كده دايما نقول اشتري الوجبات او الاغذيه في الموسم بتاعها نظرا لانخفاض تكلفتها السعريه. طيب رابع عامل معانا هو العامل الانتاجي الغذائي. هو العامل الانتاجي بيأثر في الغذاء، ايوه طبعا، له دور كبير جدا في التأثير على غذاء او تغذيه الانسان، لانه هو اللي بيخلي الشخص هو اللي بيندرج او بيروح ناحيه الاسواق عشان يشتري المنتجات. فلازم الدوله توفر لنا منتجات الالبان، زي الالبان بانواعها، زي الزبادي، زي الجبن بكل انواعها، المثلثات والقريش، زي البقوليات، لازم توفر لي كل البقوليات بتاعتي، البيض وغيرها من المنتجات الغذائية. لازم كمان توفر لي اللحوم بأنواعها، الأسماك بأنواعها. عشان كده الدولة اهتمت بزيادة الرقعة الزراعية، اهتمت بالثروة الحيوانية والثروة الداجنة بتاعتي. يبقى أنا كده اتكلمت عن العوامل الاجتماعية اللي بتأثر في غذاء الإنسان. قلنا عندي 4 عوامل، أول عامل منهم وهو العامل النفسي، بتأثر الحالة النفسية على كمية الغذاء اللي انت بتاكله. في أطعمة اسمها أطعمة السعادة اللي بتوحي بالسعادة، زي الشوكليت، زي الأطعمة اللي فيها صبغات كاروتينية، زي الأطعمة المكسرات، زي اللوز، زي الفول السوداني، زي البندق، زي الموز وغيرها من الأطعمة. اتكلمنا عن العامل الثقافي وقلنا ان الثقافة والتغذية بتلعب دور كبير جدا في غذاء الانسان، ان انا لازم اعي الناس بالثقافة الغذائية، ايه هي الاكلات او ايه هي العناصر الغذائية المفروض يتناولوها في الطعام بتاعهم، وازاي الاطعمة بتاعتهم يبقى فيها فرايتي او تنوع في طرق الطعام او طرق الطهي بتاعتهم، من الشي او التحمير او التسبيك، يبقى في تنوع في الالوان بتاعة الطعام، التقديم او البرزنتيشن بتاع الطبق لازم يجذب الشخص، بضيف بعض التوابل او الاضافات عشان اداري او ابعد عن الملل او التكرار. اتكلمنا عن العامل الاقتصادي وقلنا انه له اثر كبير جدا في غذاء الانسان من ناحيه مستوى دخل الفرد. اتكلمنا عن العامل الانتاجي والتغذيه وعلاقته ازاي بالغذاء، انه اللي بيدفع الناس الى الاسواق انها تنزل تشتري المنتجات، وان الدوله دورها في الوقت ده انها توفر احتياجات الانسان من الغذاء، سواء كان بمنتجات الالبان او اللحوم او البقوليات او الخضروات او الفاكهه، تهتم بالثروه الحيوانيه والثروه الداجنه والثروه السمكيه ومقاومتها من الامراض. وبكده نكون خلصنا الباب الثاني بتاعنا، اتكلمنا فيه عن وظائف الطعام، اتكلمنا فيه عن النواحي اللي بيلعب فيها الطعام دور رئيسي في حياه الانسان، اتكلمنا فيه عن العوامل اللي بتاثر في غذاء الانسان، واتكلمنا عن العناصر الغذائيه. ننتقل للباب الثالث اللي بيتكلم عن أهمية الغذاء للإنسان. إيه هي أهمية الغذاء للإنسان؟ أول حاجة سد حاجة الجوع. 2 يشعر باللذة في تناوله. 3 بيمد الجسم بمواد لا يستطيع تكوينها. 4 يمد بالطاقة. 5 النمو في الطول والوزن. 6 تعويض الأنسجة التلفة. 7 الخلايا العقلية. 8 تحسين الحالة النفسية، القدرة على تحسين الصحة الإيجابية. آخر حاجة الصحة العامة والوقاية من الأمراض.
تعالوا نتناول بالشرح كل بند من البنود دي. اول حاجة عندي اللي هو سد حاجة الجوع. ازاي بيسد حاجة الجوع؟ سد حاجة الجوع يعني الشخص او الفرد المفروض ان هو ما بيلجأش للطعام غير في الوقت اللي بيشعر فيه بالجوع، بياكل اكتر من مرة او مرتين في اليوم عشان تمتلئ معدته فيشعر بالشبع. تاني حاجة الغذاء ضروري لان الانسان بيشعر بلذة في تناوله. ازاي؟ من اهم متع الحياة ان انا استمتع وانا باكل. المفروض ان انا باكل يبقى في تنوع او فرايتي في طرق الاكل اللي انا بطهيها. مرة اكل الاكل المشوي، مرة مسبك، مرة مسلوق، مرة متحمر، علشان احس ان مفيش ملل او تكرار. المفروض وانا بقدم الطبق بتاعي لازم يبقى فيه تنوع او فرايتي مكتمل العناصر الغذائيه، الالوان نفسها، البرزنتيشن بتاع الطبق. يبقى كده اتكلمنا عن اتنين من اهم العوامل او اهميه الماء للانسان. اول حاجه الماء ضروري لسد حاجه الجوع، اتنين الماء ضروري او الغذاء ضروري لانه بيشعر الانسان بلذه في تناوله. ثالث حاجة الغذاء ضروري لأنه بيمد الإنسان أو جسم الإنسان بمواد لا يستطيع أنه يكونها. هو جسم الإنسان في مواد ما يعرفش يكونها غير بالعناصر الغذائية أو بالغذاء الخارجي، أيوة طبعا، زي الحديد، زي البروتين، زي الكالسيوم، ودي المنتجات اللي بتساعد كرات الدم الحمراء اللي موجودة عندي إن هي تعطيني الأكسجين لبقية الجسم، فأقدر اعمل النشاط بتاعي، اقدر اعمل المجهود بتاعي. نقصه بيسبب شحوب في الوجه، بيسبب ضيق في التنفس. 4 الغذاء ضروري لانه بيمد الجسم بالطاقة. الطاقة بتاعتي اللازمة لأجهزة الجسم الداخلية والخارجية. الداخلية زي ايه؟ زي الكبد، زي الرئتين، زي القلب. لو انا اتغذيت كويس فالاعضاء الجسم الداخلية هتقدر انها تشتغل بالشكل الصحيح، هتأدي وظيفتها على اكمل وجه. اما الطاقة الخارجية المجهود بتاعي اللي انا ببذله، زي مثلا على سبيل المثال الطالب اللي بيروح المدرسة بيعمل مجهود علشان بيروح المدرسة ويرجع البيت يبدأ يعمل الهوم ورك بتاعه، ربة المنزل بتعمل مجهود، بالمقارنة بالطبيب او رجل المرور او المدرس اللي واقف طول اليوم، ده بيعمل مجهود ضعيف الطالب او ربة المنزل. اما رجل المرور او الطبيب او المدرس بيقوم بعمل مجهود اسمه مجهود متوسط. اما المجهود الشاق زي عمال البناء، الناس اللي شغالة في المناجم، الناس اللي شغالة في الحديد والصلب، يبقى احنا بنقسم مجهود الشخص الى 3 اقسام: مجهود ضعيف، مجهود متوسط، مجهود بدني شاق. كمان الحوامل، السيدة الحامل لازم تتغذى كويس علشان تقدر تغذي الطفل وهو لسه في رحم الام عن طريق الحبل السري، بياخد من الام الحديد والكالسيوم. لو ما اتغذتش كويس هيحصل عندها نقص في الحديد والكالسيوم فهتصاب بالانيميا او فقر الدم. كمان المرضع لازم ان هي تتغذى كويس لان الطفل بيرضع من خلالها فبيمتص منها المواد او العناصر الغذائية. 5 الغذاء ضروري لانه بيساعد في الطول والوزن او في النمو بتاع الشخص. ازاي في الطول والوزن؟ لو جينا بصينا للجنين، الطفل في بطن امه بيبقى عبارة عن نطفة من 6 ل7 جرام بس. بعد كده عند الولادة بيوصل من 2.5 إلى 3 كيلو جرام. يبدأ يتغذى في المراحل دي لحد مرحلة العام لحد ما يوصل ل9 كيلو جرام، والطول بتاعه بيبقى 75 سنتيمتر، ده الطول والوزن الطبيعي للطفل. طب هل الطفل بعد يقدر يتغذى على البقوليات او اللحوم او منتجات الالبان زي مثلا الفول او العدس؟ ايوه طبعا، بس بعد العام الاول. بعد العام الاول اقدر ادخل اطعمه تانيه للطفل، اقدر اديله منتجات الالبان، بس يفضل اللبن الجاموسي وليس اللبن البقري. ليه؟ لان اللبن الجاموسي اقل عرضه للميكروبات والامراض من اللبن البقري. طبعا عارفين ان اللبن البقري البقر بيبقوا مصابين بالامراض زي جنون البقر وغيرها، فعشان كده يفضل بعد العام الاول ان انا اعطي الحليب الطبيعي الجاموسي للاطفال.
عشان يقدروا ينموا بالشكل الصحيح. 6، الغذاء ضروري لتعويض الأنسجة التالفة. يعني إيه الأنسجة التالفة؟ أنت دلوقتي أصبت بجرح أو بكسر أو بشرخ أو بحرق، إزاي تعوض الأنسجة دي وإزاي الجرح بتاعك يلم تاني أو الكسر بتاعك؟ قال لي عن طريق بناء الأنسجة بالشكل الصحيح. طب الأنسجة دي هتبنى إزاي؟ قال لي من العناصر الغذائية اللي أنا ببدأ أتناولها، زي البقول، زي اللحوم بكل أنواعها، زي الألبان بكل أنواعها، الخضروات والفاكهة زي الموز، زي المانجا، زي العنب، زي الخضروات، الجرجير والشبت والفجل وغيرها من الأنواع الأخرى. 7، الغذاء ضروري لأنه بيمد الخلايا العقلية بالغذاء اللازم ليها. قلنا قبل كده إن الخلايا العقلية اللي موجودة في المخ لو ما تغذتش بالطريقة الصحيحة أو السليمة هتبقى عاجزة في الكبر عن النمو، هتتوقف عند حالة معينة. يعني الطفل المفروض بيتغذى من سن اليوم أو عند الولادة لحد سن ال7 سنوات لازم ياكل كل العناصر الغذائية، من بروتينات، من دهون، من فيتامينز، من أملاح معدنية، خضروات، فاكهة. لازم الوجبة الغذائية بتاعته على مدار اليوم تبقى مكتملة علشان ينمو بالشكل السليم في الصغر، ويبدأ في الكبر يقدر يبقى عنده قدرة على التركيز، يقدر يبذل المجهود بتاعه، يبقى عنده قدرة على اتخاذ القرار السليم في الكبر، وإلا هتكون الخلايا العقلية عاجزة عن النمو أو في السنوات اللي بعد كده. بعد كده الغذاء ضروري لتحسين الحالة النفسية. قلنا عندنا عامل من العوامل اللي هو العامل النفسي، واتكلمنا عليه ان هو بيأثر بشكل كبير في الحالة المزاجية للفرد، زي مصدر فيتامين جيم. بيبقى لو انا ما خدتش فيتامين جيم بالشكل السليم او التغذية السليمة منه اشعر ان انا كسلان، ما عنديش مجهود اقدر اكمل بيه، ما عنديش نشاط، المذاكرة مش هقدر ان انا اقبل عليها، مش هيبقى عندي اي نشاط او حيوية. الغذاء ضروري للصحة الإنجابية، السيدة الحامل لازم تتغذى بالشكل السليم. إزاي؟ إن أنا لازم أديها الأكل اللي بيحتوي على النشويات، السكريات، الخضروات، الفاكهة، وخاصة عنصري الحديد والكالسيوم، لأن السيدة الحامل لو ما أخدتش الكالسيوم أو الحديد هتصاب بفقر دم، هتصاب بالأنيميا، الحمل بتاعها لا قدر الله مش هيكتمل، ممكن يحصل حدوث إجهاض، ممكن يحصل نزيف. لكن لو أكلت بالشكل السليم والوجبة بتاعتها كانت مكتملة العناصر الغذائية فالطبيعي هتأدي فترة الحمل بتاعها سلاسة، وكمان فترة الرضاعة هتكون بدون تعب أو مجهود. آخر حاجة، الغذاء ضروري لأنه بيحافظ على الصحة أو الوقاية من الأمراض. إزاي بيحافظ أو بيقي من الأمراض؟ أول حاجة بيقي من الأمراض، لأن في فرق كبير جدا بين الشخص اللي بيتناول الفطار والغداء والعشاء كل يوم، بيتناول وجبته الغذائية فيها كل العناصر الغذائية اللي اتكلمنا عليهم اللي هم الـ8 عناصر الأساسية، هيفرز او هيساعد جسمه على التخلص من الكتلة البرازية، مش هيصاب بالامساك، ولو مرض هيشفى سريعا، على عكس الشخص اللي ما بيتناولش فترة او الافطار بتاعه في اليوم او في فترة الصباح، طبعا هيصاب بالمرض، المرض هيقعد معاه فترة اطول من اي شخص تاني. يبقى احنا كده في الباب الثالث اتكلمنا عن أهمية الغذاء للإنسان، وقلنا إن الغذاء مهم جدا وضروري للإنسان لسد حاجة الجوع، إن الشخص بياكل أكتر من مرة أو مرتين على مدار اليوم علشان يقدر يحس بالشبع أو امتلاء المعدة، ولكن لازم تكون الوجبة بتاعته مكتملة العناصر الغذائية. تاني حاجة قلنا ان الغذاء ضروري جدا ومهم عشان الشخص او الفرد بيشعر بلذة في تناوله، انا عايز استمتع وانا باكل، لازم في فرايتي في الاكل اللي قدامي، في طرق الطهي، في طريقة التقديم، في الالوان بتاعة الطبق، لازم يكون عنده قدرة على مد الجسم بالطاقة اللازمة ليه عشان يقدر يعمل المجهود، وقلنا بنقسم المجهود لمجهود بدني شاق ومتوسط وضعيف، وخدنا امثلة بين الطالب او رجل المرور او عمال البناء،
قلنا ان الغذاء ضروري للقدره العقليه، ان الشخص لازم يتغذى كويس عشان المخ بتاعه يعمل بالشكل السليم. قلنا بياكل الجسم من الكثير من الامراض، زي لازم اخد الحديد علشان ما اصابش بالانيميا، لازم اخد الكالسيوم عشان هشاشه العظام، وغيرها من العناصر الغذائيه الاخرى. يبقى انا الغذاء ضروري جدا ومهم في حياه الانسان. الباب الرابع بيتكلم عن تعريف وتركيب الغذاء. ايه هو الغذاء؟ قال الغذاء هو مجموعة من العناصر الغذائية المفروض تبقى متوفرة عندي عشان الجسم بتاعي يقدر يقاوم الأمراض على أكمل وجه، والوظائف بتاعته تقدر تعمل بالشكل السليم. يعني الكبد يعمل بالشكل السليم ويؤدي وظيفته، القلب، الرئتين، وغيرها من وظائف الجسم الداخلي. طيب ايه هي بقى العناصر الغذائية؟ هي نفس العناصر الغذائية اللي احنا لسه متكلمين عليها دلوقتي، بس هناخدها بالتفصيل. اول حاجة مواد البناء، اللي هو عنصر النمو بتاعي او عنصر البناء بتاعي، اللي هي البروتينات. البروتينات قلنا بتنقسم الى بروتين نباتي وبروتين حيواني. البروتين الحيواني موجود فين؟ اللحمة بكل انواعها، الضأن، لحم البقر، لحم الجاموسي، الجمال، الارانب، وغيرها من اللحوم. موجود كمان في كل انواع الطيور، زي ايه؟ زي البط، زي السمان، زي الاوز، زي الحمام، زي الديك الرومي، زي اليمام. موجود كمان في الاسماك بكل انواعها، سواء كان السمك البوري او السمك البلطي او القاروس او الجمبري او الكابوري. موجود في منتجات الالبان، زي الجبنه القريش، زي منتجات الزبادي، زي الجبنه المثلثات، موجود في البيض، موجود سواء كانت المنتجات دي طازجه او جافه، سواء كانت محلاه بالسكر او زي اللبن الرايب او الجبن بمختلف انواعها. كمان تاني بند منه او من عناصر او مواد البناء المصدر النباتي. قلنا النباتي بيبقى موجود في البقوليات، زي الفول، زي العدس، زي الترمس، زي اللوبيا، زي الفاصوليا، زي الحلبة. كل دي بقوليات موجودة في المصادر النباتية. موجود في المكسرات، زي الفول السوداني، زي عين الجمل، زي اللب، زي الفستق، زي البندق، وغيرها من المصادر الأخرى. يبقى أول عنصر معانا النهاردة كان هو عنصر البناء أو عنصر النمو، اللي هو البروتين. وقلنا البروتين بينقسم إلى بروتين نباتي وبروتين حيواني. البروتين النباتي موجود عندي في البقوليات من المكسرات. البقوليات زي إيه؟ زي الفول، زي العدس، زي الحمص، وغيرها من البقوليات الأخرى. المكسرات زي الفول السوداني، زي اللب، زي الفستق، زي اللوز. موجود ايه عندي كمان؟ موجود عندي البروتين الحيواني اللي موجود عندي في اللحوم بكل انواعها، موجود عندي في الاسماك بكل انواعها، موجود عندي في الطيور بكل انواعها. تاني عنصر معانا وهي مواد الوقاية. مواد الوقاية اللي قلنا عليها عمليات او عناصر تنظيم العمليات الحيوية في الجسم، اللي هي الفيتامينز والاملاح المعدنية. وقلنا ان هنتناولهم بالشرح بالتفصيل، زي فيتامين الف، فيتامين ب، فيتامين ج، د، ه، ك. الاملاح المعدنية زي الكالسيوم، زي الحديد، زي الفوسفور، زي اليود، اللي موجودة في ملح الطعام، اللي موجودة في الخضروات زي الفواكه المطهية والغير مطهية. موجود كمان اول فيتامين معانا هو فيتامين الف. فيتامين الف موجود في الكبد، موجود في صفار البيض، موجود في الفواكه والخضار الصفراء الحمراء الخضراء، موجود في اللبن كامل الدسم، في الدهون الحيوانيه والنباتيه اللي احنا اتكلمنا عنها، اللي هي الزيوت اللي بتبقى سايله في درجه حراره الغرفه، زي زيت بذره الكتان، زي زيت القطن، زي زيت الزيتون، اتكلمنا عنه في الدهون الحيوانية زي الزبدة، زي القشطة، زي السمنة. وقلنا كلها مدعمة بفيتامين ألف اللي بيساعد على عدم جفاف الجلد، وبيمنع سقوط الشعر، وبيساعد الجسم على النمو، بيمنع مرض العمى الليلي أو جفاف القرنية. إيه هو مرض العمى الليلي؟ قال لي إن أنت بتيجي في فترة الليل تبقى مش قادر تشوف بالشكل السليم. طيب فيتامين ألف لو هو نقص من جسمي، احنا قلنا أهميته عدم جفاف الجلد، يبقى لو نقصه هيسبب جفاف للجلد.
اهميته بيمنع تساقط الشعر، يبقى اللي هي لو حصل نقص فيه هيسبب لي تساقط في الشعر ومش هنمو بالشكل السليم. بعد كده فيتامين د. فيتامين د او فيتامين دي موجود اساسا لامتصاص الكالسيوم في العظام، وله مصدرين نفس مصادر فيتامين ا اللي احنا لسه متكلمين عليها، بيبقى موجود تحت الجلد في نفس المصادر بتاعت فيتامين أ زي الكبدة وصفار البيض واللبن كامل الدسم، موجود كمان عندي في أشعة الشمس. لازم أتعرض لأشعة الشمس خلال فترة النهار في الصيف حتى الساعة 9 صباحا فقط. بعد كده في فترة الظهيرة بتكون أشعة الشمس ضارة، المفروض أن أنا ببتعد عنها. أما خلال فصل الشتاء المفروض أن أنا بتعرض ليها طوال اليوم عادي، مش مؤذية ولا حاجة. بتساعد فيتامين د على ان بقي الشخص او الفرد من الكساح في الصغر، ولما بيبدأ يكبر بعالجه من هشاشة العظام في الكبر. بعد كده الاملاح المعدنية، قلنا زي الكالسيوم زي الحديد زي الفسفور زي اليود. الكالسيوم من الاملاح المعدنية المهمة جدا لجسم الانسان، موجود في اللبن، موجود في منتجات الجبنة، موجود في الزبادي، موجود في الجبنة القريش، موجود في البيض، مهم جدا لأنه موجود في الخضروات زي السبانخ، موجود في الجرجير البقدونس، بيحافظ على متانة العظام والأسنان. موجود عندي الحديد. الحديد من الأملاح المعدنية المهمة جدا لجسم الإنسان. نقص الحديد في الجسم هيخليني أصاب بالأنيميا، هيخليني أصاب بنهجان، بضيق في التنفس، مش هقدر أقوم بالمجهود اللي أنا ممكن أقوم بيه. الأظافر بتاعتي هلاقي فيها نقط بيضة، ده بيدل على أني عندي أنيميا أو عندي نقص في الحديد. قلنا نقص الحديد بيسبب قلة كفاءة الجسم لإتمام عمله. اما مصادره موجود في اللحوم الحمراء، موجود في الخضار، موجود في الكبده، موجود في الباذنجان الاسود وغيرها من المنتجات الاخرى. عنصر اليود. اليود قال لي من اهم الاملاح المعدنيه الضروري لجسم الانسان، قال لك علشان الاشخاص ما تلاقيش اي نقص منه فحطوه في ملح الطعام عشان يحافظ الجسم على تنشيط الجهاز العصبي او العضلات بتاعته. قال لي النقص بتاعه بيسبب تجحص في العين، تلاقي العين بتاعتك كده طالعه لبره، عندك نقص في حراره الجسم نفسها ما بتبقاش مستقره، نمو الاطفال بيبقى متاخر في النمو عشان ما بيتناولوش كمان الاسماك البحريه او منتجات البحر. قال لي النشويات والسكريات والكربوهيدرات والدهون دي من مواد الطاقة اللي قلنا عليها عناصر توليد الطاقة الحرارية، اللي بتنقسم إلى كربوهيدرات ودهون. الكربوهيدرات اللي هي بتنقسم إلى نشويات زي الأرز والمكرونة والبطاطا والبطاطس، أما بالنسبة للسكريات زي السكر والمربى والحلويات والعسل الأبيض والأسود. أما الدهون نباتية وحيوانية اللي هي من أصل نباتي زي زيت بذرة الكتان وزيت القطن والزيتون وعباد الشمس والنخيل، والحيوانية زي القشطة والزبدة والسمنة. ده بالنسبة لمواد الطاقة. وبهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة. اتكلمنا في الباب الأول عن مفهوم الصحة ومستوياتها وأهم مجالاتها والعوامل اللي بتأثر في صحة الفرد. اتكلمنا في الباب الثاني عن أهم وظائف الطعام والعوامل أو النواحي اللي بيلعب فيها الطعام دور رئيسي في حياة الإنسان. اتكلمنا عن العناصر الغذائية وإنها بتنقسم إلى مواد للبناء اللي هو عنصر النمو والبروتين. اتكلمنا عن عناصر تنظيم العمليات الحيوية الفيتامينز والأملاح المعدنية. اتكلمنا عن عناصر توليد الطاقة الكربوهيدرات والدهون. اتكلمنا عن عنصر المية والألياف السيلولوزية والإضافات والتوابل. اتكلمنا بعد كده في الباب الثالث عن أهمية الغذاء للإنسان، وقلنا إنه مهم لسد حاجة الجسم أو الجوع. وبكده نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا لليوم، منتظرين أسئلتكم واستفساراتكم على موقعنا على اليوتيوب على قطاع التعليم الفني. وشكرا وألقاكم على خير في حلقة قادمة بإذن الله.